يقر ديوان الرقابة المالية في العراق بأن البلاد تمر بمرحلة ركود اقتصادي بسبب عدم استقرار قيمة الدينار، حيث وصلت إلى 1670 ديناراً لكل دولار في السوق السوداء. انخفاض الدينار أثر على معدلات الأسعار في السوق بحسب اتحاد غرفة تجارة بغداد، التي أكدت أن الاقتصاد العراقي يمر بأسوأ الظروف وسيقبل على انهيار كبير بسبب السياسات الاقتصادية الخاطئة التي تعمل عليها سلطة القرار الاقتصادي في العراق، فضلاً عن التأثيرات السياسية والمحسوبية التي تنخر مختلف القطاعات. غرفة تجارة بغداد أضافت أن النظام المالي والمصرفي في العراق يعاني من فساد كبير ولا يمكن إصلاحه في ظل استمرار النظام الحالي بسبب سيطرة النفوذ والأجندات على سلطة القرار الاقتصادي والنقدي، متوقعة استمرار انخفاض قيمة الدينار إلى أكثر من 180 ألف دينار لكل 100 دولار خلال الأيام القادمة. وفي ذات السياق أوضح خبراء اقتصاديون أن أكثر من 280 مليون دولار، وهو معدل الحوالات الخارجية اليومية من العراق، يذهب إلى عمليات تحويل مشبوهة عبر أدوات تهريب العملة أو شراء بضائع وهمية، ما أثر بشكل كبير على مستويات الأسعار ورفع حجم الكساد والتضخم في السوق العراقية. الفساد وانهيار قيمة الدولار لم يؤثر على معيشة المواطنين وارتفاع الأسعار فحسب، إذ أقرت لجنة النزاهة النيابية بتعرض المواطنين للابتزاز خلال مراجعتهم دوائر الدولة المختلفة، مضيفة أن هذا الأمر زاد من عمليات الفساد في الدوائر الحكومية بشكل خطير. فشل حكومي يتلوه فشل وراء فشل، ليبقى المواطن العراقي الخاسر الوحيد وضحية طغمة فاسدة جعلت نسبة الفقر في العراق من أعلى النسب على مستوى العالم في بلد يعد الأغنى في الثروة النفطية.